أستاذ السياسة والاقتصاد دكتور علي خوجمان. إذن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يرغم شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك على سحب استثماراتها من التطبيق خلال 6 أشهر. وبالطبع استمعت إلى ضيفي الآن، وهناك تهديد بحظر هذا التطبيق أو تيك توك في الولايات المتحدة. كيف تقرأ هذا التحرك وأيضا انعكاسات هذه الخطوة اقتصاديا؟ صحيح، هناك انعكاسات اقتصادية كثيرة بالأخص بالناس الذين يستفيدون من هذا التطبيق، بحيث أن هناك مؤثرين كثيرين أن شغلهم الشاغل واحد ومنبع تبعهم هو من تيك توك، من المواضيع التي يثيرونها، وعندهم كثير من المتابعين، ولهذا يستثمرون هذا للقيام بحاجتهم. المشكلة هنا ليست اقتصادية بس، هناك ما يسمى بالسيادة الرقمية، فهذا خطير جدا، لأن من حق الولايات المتحدة وأي بلد أن يسيطر على معلوماته الرقمية، لأن هذه المعلومات تخص مواضيع كثيرة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية. في هذه المعلومات وهذه المعلومات يمكن للآخر أن يبني ما يقال اندكسز، like اندكسز يعني بيانات تؤثر، حتى من معلومات على المجال، المسار الثقافي لهذا البلد، الاهتمام الاقتصادي، الاهتمام الاجتماعي، حتى الاهتمام السياسي. فإن الاهتمام السياسي ممكن أن يؤثر، كيف ذلك؟ فإننا من خلال هذه المواضيع هذه ممكن تحليل البيانات ونرى أين الاتجاه السياسي يروح، في والخاص في هذه المرحلة الانتخابية، وممكن تأثير حتى على هذا المسار الثقافي بنشر معلومات أخرى غالطة إلى غير ذلك. فهذا خطير جدا، لهذا في من حق الولايات المتحدة، يعني أن هناك صحيح أرقى ما هو الأعلى هنا هو السيادة الرقمية، ولكن هل السبب المعلن هو السبب الأساسي والوحيد دكتور، أم هناك ربما منافسة وحرب تكنولوجية لها أبعاد سياسية، وكما ذكرت أنت في بداية الحديث اقتصادية أيضا؟ وهذا يعني واضح جدا، لكن لا ننسى أن حتى الصين هناك رقابة على الشركات الرقمية الأمريكية، ما فيها فيسبوك وتويتر إلى غير ذلك. فهذا شيء طبيعي أن يكون رد مثلي. إلى غير ذلك أن الخطير هو كما قلت بالأخص في المرحلة الانتخابية أن تسيطر على عقول الأمريكيين، وأن تؤثر على المواضيع السياسية والاتجاه السياسي للبلد. هذا أخطر من حتى المشاكل الاقتصادية.